عندنا هنا فريك انا نقعاه، عندنا اهو قطعه من الكبده وقطعه من الكلاوي، عندنا صلصه طماطم مرقه، كمان عندنا جزر، عندنا بصل ابيض وثوم، كرفس، زبده، بهارات، ورق لوري، اي حاجه من البهارات دي اللي بتبقى يعني لطيفه في الحاجات دي. ماشي. طيب هنا بصوا، انا لو احنا في البيت هنشوح الكبده والكلاوي الاول وبعدين احط عليها الفريك، انا بس عشان الوقت هشوح الفريك الاول وهنا هشوح الكبده والكلاوي. خلاص اهو. احطه كده، احط عليه زيت. تمام. وملح، فلفل اسود، هحط عليه بهارات، ورق لوري، كرفس. خلاص اهو. احط عليها زيت. بصوا والكبده ما نقطعهاش صغير قوي، هي كده ولا كده بتكش يعني. رشه كمون وبهارات، الريحه بقى جميله جدا. احط معلقه صلصه صغيره جدا يا دوبك بس تخلي لونه كده حلو، واجيب الجزر احطه هنا برضو. يبقى احنا كده شوحنا الفريك بمعلقتين زيت مع ورق لوري، حطينا عليه ملح وفلفل، حطينا عليه معلقه صلصه صغيره جدا، حطينا عليه جزر، دقيقتين كده واقوم ايه مسقطه عليها الفريك. هقلب كده كويس قوي. بصوا طالع عامل ازاي، يعني مفرفر وفي نفس الوقت طري جدا. هي دي بقى التركيه عشان تبقى الحاجه اولا طريه جدا جدا، ثانيا مفرفره.
لما الحاجة تطلع كده نعرف ان احنا عملناها حلو قوي، مش طري ومعجل، لا طري ومفرفر. ده بقى بيجي نتيجة ايه؟ نتيجة التشويحة اللي احنا شوحناها له كويس جدا في الاول بمعلقة الزيت، وبعد كده نحط الزبدة. ما نحطش الزبدة من الاول، الزبدة من الاول هتعجنه. خلاص نعمله بالطريقة دي.